قارنها مأجرين الحمام السباحة لإحدى الأكاديميات وما شاء الله بتاخد رقم كويس، يعني ازاي الجثة تظل يوما كاملا داخل حمام السباحة او حمام الغطس، وازاي لا يكتشف احد هذه الجثة؟ وفي النهاية مع لولا البطولة دي ما كانش حد كمان عرف ان الولد غرقان، الله يرحمه ويحسن اليه. هقول لحضرتك حاجة يا كابتن. اتفضل يا فندم. خلينا نقول ان احنا مأجرين لأكاديمية، وأكاديمية قديمة ومعروفة وعليها اقرارات بان يكون معاها مشرفين بتاع ده منقذين، يعني منقذين ومدربين. وخلينا نقول ان هما مسؤولين جنائيا. نعم. وانا عندي مدير موقع وعندي مشرفين رياضيين موجودين في المجمع، وكانوا موجودين امبارح. نعم. للتدخل. نعم. اللي يعني انا مش باخد عليه اقرار لامن نفسي وخلاص. لا، ده انا عندي مشرفين رياضيين ومدير مجمع يوقفوا اي نشاط بيتم لو ما بيتمش بالطريقه القانونيه، ودول وكلهم خريجي تربيه رياضيه. تمام يا فندم. فخلينا نقول ان الهيئه عليها مسؤوليه. وخلينا نقول طالما الهيئه عليها مسؤوليه بقى انا اول واحد مسؤول. نعم. وانا لسه قايل في برنامج الدي ام سي ان انا هقدم استقالتي بكره. برنامج انفراد. انا واخد القرار من الصبح. وهو بيقول لي في مسؤوليه على الهيئه ومفروض المسؤولين يقدموا استقالتهم، انا واخد قرار من الصبح اصلا. انا ربنا يعلم، ربنا يعلم يا كابتن شوبير، ان في الفتره اللي انا شرفت فيها بمنصب المدير التنفيذي، ربنا يعلم ان انا اتقيت ربنا وعملت اضافه على الاقل على مستوى الشخصي انا راضي عن نفسي. نعم. لكن انا بحمل نفسي المسؤوليه قدام حضرتك وقدام الناس كلها. قبل، وان كانت المسؤوليه قليله اقل من مسؤوليه الاكاديميه، ولكن انا اول واحد مسؤول. وانا انا السبب لاني ما قدرناش نوقفه قبل فوات الاوان. ربنا يصبر اهله ان شاء الله. طب معلش بس يا ست اللواء، يعني قبل ما اشكر حضرتك، يعني انت وفرت عليا اسئله كثيره، لكنه برضه ايه اللي حصل؟ يعني اكيد حضرتك استدعيت الناس. اللي حصل يا فندم، انا بحكم خبرتي خريج كليه عسكريه ونطت الثقه دي كتير جدا. لازم يكون هناك غلطه. المؤسسه المحترمه لما بيجي يدرب او ينطط حد نطه الثقه، بيبقى فرد وبالاسم. تمام. وما ينططش اللي وراه قبل ما يخرج. تمام. فاذا كان في هناك خطا، هل هو بينطط اكثر من واحد مع بعض؟ هل هو ما بيستناش لما يخرجوا ينطط تاني؟ انا مش فاهم. لا يمكن يكون ده هو اللي بيتم، او هو ده الاسلوب. لان ده خطا، يعني خطا يتسبب في وفاه الناس. فانا بحترم النيابه وبيحققوا في كل التفاصيل، وكل من هو كان في المجمع من الاستاد او من الاكاديميه بيستدعوه، وانا بكره رايح النيابه ياخدوا اخوالي عشان يوصلوا للحقيقه. لكن الاسلوب الامثل زي بقول لحضرتك، لو هو واحد بينط ويطلع ثم ينط اللي وراه، ما فيش اي مشكله خالص. وطالما في واقف معايا المنقذ اللي انا ما بسمحش ان هو ينفذ من غيرهم، بيبقى معاه اكتر من منقذ، مش واحد بس. مش اقل من 4 5. برضه يبقى ما فيش مشكله. وياما، وبدليل ان بقالنا قد ايه الاكاديميه دي بتاهل، ده من وانا انا عندي 59 سنه، وقربت اكمل 59 سنه. وانا في ثانوي عام كانت اكاديميه الديب للتاهيل الكليات العسكريه موجوده. فانا يعني طيب اللي عايز اعرفه يا ست اللواء، انه هذه الاكاديميه اجرت، يعني حتى الافراد العاديين، وحتى حد كلمني دلوقتي احد الاصدقاء قال لي انه بنته باين او ابنه بيروح يتمرنوا بيدفع 360 جنيه، ولما يكون في مدرب مساعد بيدفع كمان 360 جنيه، تذكره الباركنج بتاعت العربيات بقت 10 جنيه بعد ما دخلوا. يعني اذا هم عندهم ايرادات كويسه والدنيا ماشيه بشكل جيد، يعني هل هم الى هذه الدرجه من عدم تحمل المسؤوليه؟ هل هم الى هذه الدرجه من الاهمال؟ فهمني بس، يعني النار عايزه تبرد عند الناس يا ست اللواء.
حضرتك بتتكلم على الاستاد ولا على الاكاديميه؟ على الاكاديميه، ما هو مش الاكاديميه مأجره وهي اللي مسؤوله عن كل ده؟ هي هل هي مسؤوله؟ ايوه يا فندم، انا ما اعرفش هم بياخدوا منهم ايه. هل هي مسؤوله يا فندم، هل هي مسؤوله مسؤوليه كامله عن مجمع الحمامات ولا في فترات؟ المفروض يا فندم لو هنتكلم بالورقه والمستندات هي المسؤوله، نعم، وعليها اقرار بكده، بس ازاي؟ حتى لو هي مسؤوله وقصرت، انا وقفوا يا فندم انا